يقول: هل يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعله دكة يربطه بها وأن يجعل له جيوبا يجعل فيها الدراهم والمفاتيح أو لا يجوز؟ نقول: هو جائز، هذا جائز لا بأس به. لماذا؟ هل خرج هذا عن كونه إزارا؟ هو إزار، ولهذا يسميه العوام وزرا، فهو إزار وإن خيط، والإزار للمحرم جائز. أما المخيط فقد نبهناكم، قلنا المخيط هذه لا أصل لها. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، ماذا قال؟ قال: يلبس المخيط؟ لا، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. وبينا أن هذا القول لبس المخيط غير مضطرد وأنه منتقض. فالرداء مثلا لو كان مرقعا أمخيط هو أم لا؟ رداء يعني حطه على صدره لكنه مرقع، في خياطة ولا ما في خياطة؟ ومع ذلك جائز بالاتفاق. ولو أنه لبس قميصا لم يخيط بل نسج على هذا بدون خياطة، هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. إذن الكلمة هذه كلمة لم تعرف إلا عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين، ولكن الفقهاء تبعوه رحمهم الله، إلا أنهم لا يريدون المعنى الذي يفهمه بعض العوام أن المخيط هو ما في خياطة. المخيط هو ما خيط على قدر البدن، ولو أنهم اتبعوا اللفظ النبوي لكان أفضل وأبعد عن الإيهام. لا يلبس في الحديث القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. على كل حال خلاصة الجواب أنه يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعل له تكة يربطه بها، وكذلك أيضا لا بأس أن يجعله السيد يربطه برقبته، لأن هذا كله لا يخرجه عن كونه إزاراً.